بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. لعيبة المنتخب الوطني نظموا ممر شرفي لأبطال أولمبياد باريس، وهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في سلاح السيف، ومحمد جبر صاحب المركز الرابع في المصارعة، ومحمد حمزة صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش. وحرص أبطال الأولمبياد على التقاط صور تذكارية مع نجم المنتخب محمد صلاح. أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي اللي هتجمع الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري. فريق النادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار استعدادات للموسم الجديد، وخاضت اللعيبة جانب من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وأدوا كمان جانب من تدريبات الكرة المتنوعة قبل ما يختتم المران بالتقسيمة قوية شاركت فيها كل اللعيبة. إيناس الجبالي أنهت منافساتها في المركز السابع في منافسات الأثقال وزن 41 كيلوغرام سيدات، بعدما استطاعت رفع وزن 93 كيلوغرام ولم تتمكن من رفع 99 كيلوغرام مرتين. خسر الثنائي هناء علام ومحمود النبوي لاعيبة منتخب البوتشيا في منافسات ربع نهائي زوجي المختلط بدورة الألعاب البارالمبية بباريس. الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 أعلن عبر منصة إكس الشعار الرسمي للمسابقة اللي هتقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريق في الولايات المتحدة الأمريكية. عمرو قرادة لاعب منتخب الأردن لرفع الأثقال البارالمبي توج المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 49 كيلوغرام بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. بعثت السعودية نجحت في تحقيق أول ميدالية بدورة الألعاب البارالمبية في باريس عن طريق عبد الرحمن القرشي، ده بعد تحقيقه ذهبية في نهائي سباق 100 متر كراسي متحركة.